بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر منظمي إندوا على الاستضافة وأشكرهم على اختيار هذا الموضوع الذي يجد راهنيته في ما بات يعرف بإحداث المنتزه الوطني أو المنتزه سوس وأطلس الصغير. وسنر الزاسة وخش الحيك مرد عربي. لا هنا غادي نفضل انا افضل ان اتحدث بالدارجه باللغه العربيه، لانه يفترض في ان في وجود بعض الاخوان الامنيين في اطار مهامهم الامنيه ان ينقلوا رسالتنا كما هي باش حتى ما يحتاجوش المترجمين باللغه الامازيغيه. احنا عندنا رساله واضحه في هذه الندوه تتعلق بان 13 جماعة أو سكان 13 جماعة أو 17 جماعة لأن زادوا 4 أخرين يرفضون رفضا قاطعا إنشاء هذا المنتزه. وحنا غادي نعرفوا ونقول لكم علاش. إلى تكلمنا على علاقة إعداد التراب الوطني بالتنمية، يعني تنمية أي مجال كيف ما كان النوع ديالو يحتاج إلى ثلاثة أشياء وفق بعض المنظرين السوسيولوجيين وفق بعض المنتسبين لمدرسة التغيير الحضاري والتي يتزعمها أو ينظر لها المرحوم مالك بن نبي. التغيير الحضاري يحتاج ثلاثة حوايج: الإنسان والأفكار والأشياء، وبطبيعة الحال كنستحضروا البعد الروحي. ملي كنديروا تدابير تروم أو تتغير تنمية الإنسان، يعني كنلجأ المنظومة القانونية اللي هي أولها الدستور. الدستور في الفصل 35 يضمن لجميع المواطنين على حد سواء حق الملكية. وملي كنتذكروا على حق الملكية كنتذكروا على الملكية العقارية بالخصوص وملكية المنقولات. الملكية العقارية كنرجعوا النظام القانوني لملكية العقارية في المغرب. وكنتسألوا هل التحفيظ العقاري طارئ أم أصل في المغرب؟ لأن جميع القوانين اللي حاليا تصدر في الجريدة الرسمية كنقولوا بأنه أو جميع الفقهاء عند القانون كيقولوا ابتداء من العدد الأول ديال الجريدة الرسمية اللي صدرت 1913 بعد الحماية. وكأن المغرب وكان يسوق لواحد الخطاب اللي هو خطاب مرفوض يقول بأنه قبل هذا التاريخ هذا ديال التقييد أو التقنين بعد التصرفات القانونية بقوانين منصوص عليها في القانون ومشروع في الجريدة الرسمية، قبل هذا التاريخ كان سمو بعض المناطق بعهد السيبة أو عهد المخزن وعهد السيبة، وهو أمر غير صحيح. يعني انتبهوا ما نسوقوش لمغالطة أريد بها ما أريد. قبل كانت الأعراف الأمازيغية المستمدة أصلا من الشرع الإسلامي، لأن راه اللي كنذكروا بالخصوص على منطقة سوس كنذكروا على واحد العمران فيه مدارس عتيقة كانت تدرس أمهات الكتب المتعلقة بالفقهيات والمتعلقة بالخصوص بالمعاملات العقارية. هذوك الناس باش تعرفوا راه أقدم عقد زواج في المغرب، أقدم عقد زواج في المغرب مكتوب كيف منطقة سوس، وأقدم عقد رهني مكتوب أصله منطقة سوس. ويلقي الملك عملي اللي فيكم شاف هذا العقد هذا الذي يعود إلى 100 سنين كان القوي يتحدث عن الكد والسعاية والشوار وكذا والمعاملة وكذا، وكانت ذلك الواضي الإنسان الأمازيغي ما كيورطوش الفتيات. ولكن غنقول لكم بعد علاش إذا سمح لنا الوقت. ملي كنذكروا على حق الملكية، الملكية ضروري عنده الحارس ديالها. وتحضرني هنا مقولة أحد الفقهاء للقانونيين والأساتذة الجامعيين ديال البلاد الأستاذ العالم المشيشي في أحد الندوات المتعلقة ب
أراضي الجموع، قال بالحرف بأن أراضي الجموع أعطيت للقبائل من أجل أن تكون هذه القبائل حارسة أمن على الأمن العام ديال المغرب. يعني كما كانت كيفاش تصورتها أنا وكيفاش تسوقها هو، أو حاول أنه يشرح الحضور آنذاك، أنه هذاك الشريط الحدود ديالنا مع الجزائر ومع الجنوب المغربي، أنه كاين واحد المجموعة نتاع الأراضي نتاع السلالات تعطاتهم، وكانوا تعطاتهم بمقتضى مراسم وطهائر هي راه ديالهم، إيه المخزن آنذاك اعترف لهم بأحقيتهم فيها، وجعلهم حرة، يعني جنود كيحرسوا الحدود المغربية. والآن هذه الأراضي هذه نتاع سوس اللي فيها الأرقان وفيها العرعار وفيها اللوز وفيها مجموعة نتاع الغابات، وغادي نرجعوا للغابات لأن ماشي أي غابة نتاع ملك نتاع المخزن، هذا حق أو مغالطة أريد بها التسويق لمغالطات قانونية خطيرة جدا. يعني هذا الإنسان الأمازيغي نتاع سوس هو الذي حافظ على هذه الثروة العقارية، ولو كانت في نية إدارة المياه والغابات وبعدها المندوبية السامية للمياه والغابات وبعدها الوكالة الوطنية للمياه والغابات لعند اختصاص أصيل في محاربة التصحر ومحاربة ندرة الماء. احنا عندنا احنا وكلنا ولاد منطقة تعسوس، كاين مناطق اللي كتوصل فيها سيتر نتاع الماء في أوقات أو شهور الدروة إلى 1200 درهم، وهذا راه كاين اللي عنده الدور ديالو كيعرف مزيان لهاد الهضره هادي، وكيعرف شنو كتعني انا كنشري سيتر ديال الماء ب 1200 درهم. يعني لو كان الهدف منها هو الحفاظ على ذاك المواطن وتنميته في واحد المجال البيئي على انه يحرص هذيك المنطقه، لازم التفكير اولا وقبل كل شيء في استزاده الموارد الماليه والحفاظ عليها والبحث على سبل العيش، والسبيل الاول للعيش هي المياه عوض انشاء المحميات والحديث عن التحديد الضبوي لعده الاماكن يمتلكها الافراد والجماعات خارج بمصادر خارج عن الضوابط القانونيه وخارج عن القانون. بالنسبه للغابات كاين واحد النقاش سوقات المندوبيه الساميه للمياه والغابات ديال انه القرينه الغابويه وبغيت نقول الحراج والارقان والدوم شجره الدوم وشجره الخروب اللي واحد بقيت جاو كيفرقوا الناس باش يحولوا باش يستوطنوا في القرينه الغابويه عند الناس. كيقولوا بانه وجود هذه القرينه الغابويه انه هذه الارض هذه ملك للغابه. الشرفه راه قبل 1934 راه لم تكن منطقه سوس تعرف شي حاجه اسميتها الدوله المركزيه ولا سلطه الدوله المركزيه عليها الا ثلاثه الحوايج، ثلاثه مد السلطه المركزيه بالضرائب سنويا، ثم المساهمه في تنظيم الجيش وعقد الاحلاف فقط. هذا لا يربط المنطقه بالسلطه المركزيه. قبل ذلك عندنا في منطقه سوس ما يسمى بإفلاس آية 40، وهو نظام عرفي تم تقعيده وتم يعني الأصول ديالو تم تأصيلها من مزيج من الأعراب الأمازيغية قبل دخول الإسلام، ثم بعد ذلك بعد اعتناق شمال إفريقيا كلها للإسلام تم اجتهاد تم يعني ابتكار عدة اجتهادات ملائمة للفكر الفقهي الإسلامي. قلت بأن الغابات أول ظاهر صدر للمحافظة على الغابات هو ظاهر 10 أكتوبر 1918. وغادي نعاود نقول ولا الشيء اللي قلته في مناسبة عديدة أنه أول قانون يعني يخرق مبدأ كونيا يتعلق ب المسؤولية الجنائية الشخصية. راه في بعض فصول هذا القانون يتحدث المشرع عن تحميل المسؤولية الجنائية للقبيلة برمتها،
يعني قبيلة واحدة إذا فرض منها من الأفراد قطع شجرة يعني والسلطة ما استطاعش ديك الساعة الاستعمار ما استطاعش أنه يلقى الفاعل الحقيقي، يعني من حق هذه السلطة أو الحق القائم أن يوقع جزاء على القبيلة برمتها وهي تتعلق بجزاءات غرامة مالية، وفي غالب الأحيان تتحول غرامة مالية إلى حبس عقوبة حبسية عندما يعجز أو لا يرضى يعني الفاعل الحقيقي أو الفاعلين على أدائها. وبعض الأحيان كانوا يستعملوا هذه المساطير من أجل الزج بالمقاومين في غير السجون، وما يؤكد ذلك هو صدور ظاهر لتحقيق ديال أراضي الجموع من 1907 أكتوبر أو 27 أبريل 1919. هذا الطائر قلت ديال 10 أكتوبر 1917 عدل بظهير صادر بتاريخ 30 أبريل 1949 يعني قبيل الاستقلال، ينص على أحقية الأفراد الدولة والأفراد والجماعات أو المؤسسات الخاصة أو العامة بتملك الغابات. إحنا هنا المنطقة ديال سوس كنعرفوا بأنه تيكون دوار، هذيك الأراضي المحيطة بالدوار كتكون مخصصة للاستعمال الزراعي، ولكن أثناء الاستعمال الزراعي ملي كتكون تما الزرع كيديو الهيب ديالهم لمنطقة تسمى العزيب، ربما شتو كانت بها سميتها شي سمية يقول على كنز ولا شي حاجة ديكست ربما كيديو منطقة جبلية تما كيعزبو كيخلو الهيب ديالهم طيلة الموسم اللي كيدخل الموسم ديال الربيع حتى كيقرب الموسم ديال الحصاد حتى كياخذ الناس الغله ديالهم. وبالتالي هنا هذه الصوره هذه تلخص لنا الوضعيه العقاريه وتعامل الانسان الامازيغي مع العقار. العقار عنده دار ساكن فيها وكاين حقل يستغله وكاين اراضي يستعملها في الرعي، وهذا المشكل بالرعي غادي نرجعوا له الى سماحه المسيره في بدقائق من معدودة من البلوغ. على كل حال الآثار نرجعوا شوية للتاريخ ديال هذا الإنشاء ديال هذا ديال صدور هذه القرن ديال الحمية. في 1992 صدق المغرب على اتفاقية التنوع البيولوجي ونشرت في الجريدة الرسمية سنة 2009، وصدر هذا القانون ديال المحمية في سنة 2010. هذه الاتفاقية ها هي صدرت نشرت في الجريدة الرسمية، نقول لكم العدد عدد 5755. كينص تنص في مادتها الثلاثين على ما أظن في مادتها الثلاثين مادة 20 على إنشاء واحد الصندوق تموله الدول الأعضاء لأي دولة عندها نية أو أنها بغات دير محمية في منطقة ما من أجل بهدف طبيعي الحال من أجل يعني الحفاظ على التنوع البيولوجي. على الرغم يعني في 2010 صدر القانون، على الرغم أن هذا القانون نسخ قانونا آخر صدر في سنة 1934 26 أكتوبر 1934 على الجريدة الرسمية عدد 1148. هذا القانون صدر في العهد الاستعماري يتحدث في العهد الاستعماري في 1934 كانت هناك حكومة اشتراكية في فرنسا، وهذه الحكومة الاشتراكية انعكس شريرها وتصرفها مع المنطقة تاع الحماية تاع المغرب اللي كاين واحد شوية ديال التراجع يعني على المنحى الإلحاقي أو الكولونيالي. فهذا القانون ينص على إنشاء حدائق تسموها هما حدائق شعبية فيها نفس الأجهزة ونفس الإجراءات ونفس قواعد المنع من سماحة المسيرة دقيقتين نفس الإجراءات قلت ونفس الأجهزة. يعني هذا القانون ديال المحميات قانون 123 10 1 نفس الأجلات، غير هو هذا القانون الجديد فيه بعض التفصيلات.
بقيت ملاحظة أخيرة، أنه هذا القرار الصادر، القرار الموضوع المنتزه ديال المنطقة ديال زوج، منتزه القضية الفصائية، يتحدث عن واحد المجموعة تاع الجماعات. ولي كنرجعوا للمشروع، راه المشروع هادشي اللي بالمشروع، وهادشي اللي كاين بهذا القرار راه ما عنده علاقة، وهادو جوج لا علاقة لهم بالتنمية ولا علاقة لهم بالحقوق العقارية لسكان زوج المستمدة أصلا من الدستور. بقية ملاحظة أخيرة، أن هذا المشروع كنلقاوه يضم بعض الأمور اللي هي خطيرة، من ضمنها الزواحف. زعما المنطقة ديال زوج كل عندنا كلشي في الضناء، بقاتينا غير نجيبو لي بيبيغ في موريتاني للناس. والحال انه انا ابن منطقه ديال الخصاص، ملي كنا صغار في الثمانينات كانت عندنا حديقه نتاع الحيوان في الواد، فيها خلاها صبليون، فيها جميع الانواع نتاع الحيوانات، وكانت تحظى بعنايه خاصه. الان ولات كالهشيم. لو كانت اداره المياه والغابات او الوكاله، لو كانت عندها هي تحافظ غير على هذوك الحدائق نتاع الحيوانات وتنميها. بغيت إشارة أخيرة، لماذا تحولت إدارة المياه والغابات التابعة لوزارة الفلاحة إلى مندوبية السامية والغابات، وتحولت إلى الوكالة الوطنية للمياه والغابات محاربة التصحر؟ هذا اللفظ ديال الوكالة لماذا؟ حتى تستقل في قراراتها عن السلطة الحكومية، وحتى تمارس ودول الأخطر عن تبرم العقود مع الخواص الذاتيين والطبيعيين، وأن تقوم بأعمال وأنشطة وعقود مدرة للربح. والسلام عليكم.